أهلا بكم في بوليفيا. السودان وتونس والمغرب والصومال وسوريا واليمن يحتاجون فيزا لدخول بوليفيا، أما باقي الدول العربية لا تحتاج فيزا لدخول بوليفيا. التأشيرة عند الوصول للمصريين والسعوديين وباقي جميع الدول العربية، سعر تأشيرة بوليفيا 101 دولار، ولازم يكون معاك حجز الفندق مؤكد، ولازم يكون معاك تذكرة العودة. تأشيرة بوليفيا عند الوصول للمصريين والسعوديين وباقي جميع الدول العربية. لو دخلت بوليفيا يا معلم تقدر تكمل بقى. تقدر تكمل باقي دول أمريكا الجنوبية. دولة بوليفيا. بوليفيا دولة في أمريكا الجنوبية وعاصمتها لاباز. تحد بوليفيا من الشمال الشرقي البرازيل، وتحد بوليفيا من الغرب البيرو وتشيلي، أما من الجنوب الباراغواي والأرجنتين. الحكم في دولة بوليفيا جمهوري. عدد سكان بوليفيا 12 مليون نسمة. اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة الأسبانية. العملة الرسمية في بوليفيا هو البوليفاريو البوليفي. الديانة في بوليفيا المسيحية، حيث توجد الكنائس بكثرة، ولكن يوجد جالية مسلمة في بوليفيا، وتوجد الجمعية الإسلامية حيث انشأت في عام 2005 ميلادي، وهي عبارة عن مؤسسة إسلامية في بوليفيا تعمل على نشر الإسلام في بوليفيا. أول المسلمين الذي هاجر إلى دولة بوليفيا من دولة فلسطين سنة 1920 هاجر إسماعيل عقيلي من فلسطين، حيث استقر في مدينة كوتشابامبا. وبعد لما إسماعيل عقيلي استقر في بوليفيا زاد العرب في بوليفيا، وخاصة الجالية الفلسطينية زي الأرجنتين لما كان كارلوس منعم رئيس الأرجنتين وحكم البلاد. السوريين تدفقوا بكثرة يا جماعة والله العظيم، يعني في الأرجنتين عدد السوريين بكثرة. كل ما تكلم واحد أرجنتيني أصلي تقول له أنا عربي يقول لي أنا سلالتي عربية، منين؟ ويقول لك من سوريا. فنفس النظام في بوليفيا، أكتر جالية عربية موجودة في بوليفيا من الجالية الفلسطينية. ويوجد أيضا المركز الإسلامي البوليفي، وهي عبارة عن مؤسسة إسلامية ثقافية ودينية تقع في مدينة سانتا كروز. وتأسس المركز الإسلامي في 1989 تحت موافقة الرئيس البوليفي، وبدأ من ذات الوقت انتشار المسلمين في بوليفيا، حيث يتواجدون في العاصمة لاباز وسانتا كروز وكوتشابامبا. جواز السفر البوليفي طبعا أقل درجة من تشيلي والأرجنتين والبرازيل والإكوادور. جواز بوليفيا بيدخلك أيرلندا بدون تأشيرة لمدة 90 يوم. الجنسية في دولة بوليفيا بعد عامين. بعد حصولك على الإقامة الدائمة تقدر تقدم على الجنسية البوليفية دولة بوليفيا، ولكن يستغرق الوقت وقتا طويلا يا جماعة. البلاد بيقراطية والله، يعني ممكن بقى هو النظام الرسمي بعد سنتين، ولكن هو بعد 3 سنوات في السيستم تلات البلد بيقراطي. والطفل المولود في بوليفيا يحصل على الجنسية مباشرة، وأيضا المتزوج في بوليفيا يحصل على الجنسية، يعني يقدر يقدم على الجنسية. وأصحاب الأعمال والاستثمارات بعد حصولك على إقامة دائمي تقدر تقدم على الجنسية بوليفيا مباشرة. يا جماعة بوليفيا أفقر دولة في دول أمريكا الجنوبية، دولة فقيرة والله العظيم، ومعظم الشعب البوليفي بروح يشتغل في البرازيل والأرجنتين وتشيلي والأوروغواي، بيشتغلوا في الخضار أكترهم، شغال في محلات الخضار. أو والله الشعب البوليفي تخش أي فرية خضار
التجمع المحلات الخضار على بعض، هنا اسمه فيريا. تخش والناس اللي عايشه هنا في الدول امريكا الجنوبيه عارفه الكلام دي، تخش الفيريا تلاقي مليانه بوليفيا، مليانه ناس من بوليفيا بتبيع خضار. وايضا في دوله بوليفيا داخل الدولي اهم الاستثمارات والنشاطات للسكان في دوله بوليفيا هي الزراعه. 43% يا جماعه من السكان في بوليفيا يعملون في قطاع الزراعه. بيزرعوا ايه بقى؟ بيزرعوا الذره والارز والقمح والقطن وقصب السكر، والى جانب الخضروات طبعا والفواكه. فالزراعه مصدر اساسي في دوله بوليفيا. وتوجد ايضا الثروه الحيوانيه في بوليفيا، حيث تربيه الماعز والاغنام والماشيه. خلاصة القول يا جماعة، بوليفيا ليست دولة غنية، ولكن هقول لك الصح، بوليفيا بوابة أمريكا الجنوبية. ماشي؟ يعني أنت لو معرفتش تجيب تأشيرة الأرجنتين أو البرازيل أو الأوروغواي أو تشيلي، تقدر تخش بوليفيا ومن بوليفيا تكمل الرحلة بتاعتك. والله العظيم أنا بقول لك معلومات يعني أنت ما تسمعهاش في أي قناة على اليوتيوب ولا في أي حتة. انا بجيب لك معلومات من داخل المكان نفسه، يعني من داخل المكان نفسه معلومات اكيدة 100%. بالنسبة لاخواننا السعوديين، مفيش سفارة في السعودية يا جماعة، مفيش سفارة بوليفيا في السعودية، ولكن السعودي بياخد التأشيرة عند الوصول وممكن يروح يجيبها من مصر عادي، ولكن في المطارات العربية وضباط الهجرة ممكن يرجعك من المطار تقول انا رايح بوليفيا ومعاد اسكار الطيران، لك لازم تأشيرة. ليه؟ لان في بعض الضباط ما عندهمش معلومات. او والله العظيم ممكن يرجعك في المطار، ومن حقه يرجعك في المطار لو شك فيك. فانت اهم حاجة تحجز تذكرة العودة، ما تحجزش ذهاب بس، تحجز فندق مؤكد وتحجز تذكرة العودة وتتوكل على الله. انا علاء الدين، مصر عايش في امريكا الجنوبية، اشتركوا في القناة في العالم مع بعض.